السلام عليكم، مساكم الله بالخير ان كنتم في مساء، وصبحكم الله بالخير ان كنتم في صباح. معاكم ابو محمد، ممثل جدة وممثل خزامة. حاب نقول لكم اليوم موضوع يختلف عن موضوع الزراعة شوي. ممكن اغلب اللي تابع الفيديوهات حقتي يعرف ان في مشتل عندي، وهذه الصورة منه. لكن الموضوع اللي بنتكلم فيه مرة مختلف عن موضوع الزراعة. في العمال عندي دائما ينظفوا الحشيش اللي يطلع في الارض، الاعشاب الضاره اللي زي هذه دائما تتنظف تتشال عشان ينزرع مكانها زرع ثاني. فالموضوع انه كان العامل شغال، هو يشتغل لزاعته، عقربه في يده ضربت عقرب، وانتم عارفين الكلام. المهم الادمي اصبعه ورم، بان اثر السم عليه، وبان اثر الضربه عليه، ومسكوا العقرب وقتلوها. اتصلوا عليه تليفون، عم انا تعال شوف، وكان السواق معاهم. المهم انه سبق انه في معلومه عندي ان الكلوريكس يشيل سم العقرب. الكلوريكس يشيل سم العقرب، والعامل اللذغ امس في اصبعه، وانتم عارفين قرصة العقرب تخمر تسوي تليف في المكان اللي تجي القرصة، تتلف الاعصاب في الاصبع اللي انضر فيها. الفيديو هذا انا مسويه فائدة للعموم، يعني شيء ربك دلنا عليه وفي علاج له، يكلف يعني شيء مهول، 700 ريال 800 ريال، ما بين ابر ما بين مضادات ما بين ما بين ما بين ما بين ما بين عناية وماني عارف ايه. علاجه سهل فوق ما تتخيلوا. علاجه الكلوريكس، لما ينقرص الواحد من العقرب على طول يحط محل القرصة في مادة الكلوريكس. وهذا معانا العامل هنا، كان موجود في حالة لذعة الآدمي، وهو اللي كلمني وقلت له استخدم الكلوريكس. يا عبد اللطيف، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ كويس ولا؟ تمام الحمد لله. سلامات. ايش في علي هذا؟ علي يوم الخميس. شوف هنا، شوف هنا كويس، يوم الخميس. ايوه، هو اقراف مره في اصوات، شيلوا حشيش، هو حصل جيك دهمسك. ايوه، حصل ودقوا على طول هنا، يعني هو حصل عقرب في الحشيش، هو يشيل أيوة حشيش. حشيش. ايوه، وبعدين هذا ياد هنا. ايوه، دقيته على طول من علم اطلف راس. الالم من الاصبع والقرصه طلع الالم في الراس. ايوه ايوه ايوه. بعدين انا كلمته، انت قول ايش سوي، ودي دكتور. بعدين انت قول جيب كلوروكس، هذا عند البقاله ركب كلوروكس ان شاء الله كويس. والله في جبته، بعدين ركب كلوروكس في كوبايه كلوروكس، بعدين اصبع كده داخلته على طول، هذا علم نجل على طول الم روح. والله على طول ما شاء الله تبارك الله. فين علي؟ خلي علي يجي، هذا اللي قرصته. علي علي، تعال 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 تعال، هذا علي. شوف هذا برضو في اربطه، شوف عشان تربط هذا العجل. شوف هذا علم، هذا اللي قرصت العقرب، وهذه اصبعه زي ما انتم شايفين لافها. والله ايش فيه؟ هذا انت تكلم عربي كويس؟ طيب كيف يجي اول؟ هذا عقرب يجي هنا، بعدين انت تسوي كلوريكس، كيف المشكله يجي؟ هذا مشكله يجي هنا، دقوه هذا في قدام. ايوه، بعدين هذا في مره مشكله، هذا كثير. انت يد كله مشكله، كله مشكله، لين أيوة. لين جحر راس وجسم كله علم، كله علم. بعدين ركب هذا كلوريكس على طول، يمكن 1 دقيقه 2 دقيقه، بعدين على طول هذا برا. ركب كلوريكس 1 دقيقه 2 دقيقه. ايوه على طول، كله وجع روح. كله وجع روح. بعدين هذا يجي هذا يد، ما شاء الله كويس تمام، يد يجي كويس، ما في مشاكل ما في شيء. متى عقربه يمسك؟ امس، يوم الخميس. امس؟ ايوه، يوم الخميس. لا اله الا الله. طيب انا يبغى افكه، شوف ممكن افكه عشان الناس تشوف كيف هذا عقربه. كل له فكه. اي شوفوا يا جماعه الخير، سبحان الله، انا مسوي الفيديو ذا ومنزله لكم لدعوه طيبه في ظهر الغيب. والله لا ابغى جزاء ولا شكورا، الا دعوه طيبه بظهر الغيب. هذه القرصه يا رجال، حبه الله، عقرب، هذا مكانه.
شوفوا كيف سبب التليف في اللحم هذا، واحنا لحقناها يعني بالكلوريكس والحمد لله. الكلوريكس يا شباب دواء، القرصة العقرب من النادر يعني. هذا روح مستشفى دواء كم فلوس يا هذا؟ 165 لما قلت له ما في روب 24 ساعه بعد هو دق ابرا علوم دكتور قول ما في روب لين هو في شويه اني قليل لكن علوم ما في روب دكتور ايش كلام اول دقيته عندي واحد قول 24 ساعه بعد بعدين هو نجل هذا علوم يعني ابرا يدي 24 ساعه الم فيه بعد 24 ساعه الم خلاص ايوه خلاص ابرا ما في فايده وكلوريكس كلوريكس يا اخي هو 2 دقيقه خلاص لا اله الا الله. اول انا دقيت عند مكه والله في 11 شهر ابي برا برضو انا ما في كده على مره 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 لين 24 ساعه بعدين هو خلص 11 ابره ايوه هذا مستشفى زاهر هي دقتك عقربة انت ايوه وروح مستشفى زاهر زاهر 11 ابره هبه هذا ابره سويته بعدين انا في حي ما يدري ولا حاجه فين بعدين انا اقوم بعدين انا اقول ايش بي هذا مشكله بعدين نقول هذا عقرب الله يعطيك العافيه. انا مقل في الظهور في الفيديوهات ما اظهر فيها كثير لكن المره دي بنظهر علشان نكلمكم عن اهميه الموضوع. بسوي صوره عقربة امسك جوال. ايه ايوه يا اخوان زي ما قلنا لكم يا اخوان هذا الرجال وهذه قرصة العقرب عنده والحمد لله يعني التجربة خير وبرهان وهذا الادمي متعافي بخير. قرصة العقرب يوم الخميس خلال اليوم الثاني هو نازل الشغل يده ما فيها وجع ما فيها ضرر ما فيها اي شيء فيها مكان الابره بس حق العقرب هو اللي تليف شويه اما الباقي احمد الله واشكر العام السليم وكامل نشاطه وكامل صحته. كويس انت يا علي؟ ايه بخير الحمد لله. تقدر تروح شغل؟ يلا روح شغل. هذا اللي كان معانا اليوم الموضوع. حبيت انقل لكم الصوره ذي وكل اللي نطلبه دعوه طيبه صباح الغيب والله يجزانا ويجزاكم خير واللي يوصل المقطع هذا يعني لو اجتهد بنشره جزاه الله خير لانه فائده عامه للعموم فائده عامه للجميع. استودعكم الله معكم ابو محمد مشتل جده ومشتل خزامه رقم جوالي 0582 000 004 السلام عليكم. وهذا منظر من المشتل شوي.